قال السائل: هل للصائم في حنث اليمين أجر الحنث وأجر الصيام في سبيل الله؟ إن شاء الله. يعني كيقصد أنه صام، يعني كيكفر على الحنث، الحنث في اليمين ديالو، حلف وما وفاش. إنما لابد من البيان، من الزيادة في البيان. راه ولات واحد العادة عند الناس أنهم لما يعني يخسروا في الحلفة كيصوموا، لا راه خصو يطعم عشرات المساكين. راه اللي ما لقاش، فمن لم يجد، اللي ما وجدش، اللي ما استطاعش، هو اللي يمشي للصيام، يا اما طعم عشرات المساكين ولا تكسيهم. ولذلك المشروع في حقه الامام الشوكاني رحمه الله كيقول: يجب تحقيق عدم الاستطاعه، بمعنى يجب تحقيق عدم الجيده، بمعنى انه ما لقيتش. هو انتبه واش ما لقيتش فعلا، ولا غير كتوهم تقول ما عنديش. ولكن الظاهر او قول يعني اللي جري به العمل اننا نطعم في غير ذلك فيما لا يجب فيه الاطعام. واحد العدد الحوايج ما واجب شيء فيه الاطعام وكنطعموا، بحال العقيقه. العقيقه جرات العاده على انه كنديروا وليمه، ما كايناش في السنه وليمه، كاين في السنه الذبيحه. وتصدق باللحم نعم، ولكن الاطعام ما كاينش الا لمن شاء. لكن لما ولات صارت عاده وفيها واحد النوع ديال الالزام اللي ما طعمش الناس ينقصوا منه، ليس واجبا ولا ملزما، ولكن اللي حق المولود هو الذبح له، هذا هو الحق في الاصل ديالها. بينما لما كيحلف كيعكز طعم وقدر، ما ربي ما قال لك شي طعم بالتكلف، لا طعم يعني بالقدره ديالك، يعني من اوسط ما تطعمون اهليكم، ديك القدره ديالك اللي انت ولف تاكل قصعه ديال السكسو بداك الشيء اللي كتب الله تعالى. كانت تقدر دير اللحم في العاده ديالك ديرو، ما كتقدرش دير اللحم في العاده ديالك ما ديروش. ماشي اللحم ديروا لراسك وفي الاطعام ما ديروش للناس، لا، الا مولف تاكلوا دير اللحم، مولف تاكل الدجاج دير الدجاج، قصعه ديال السكسو جيب لها 10 الناس، انت حليت المشكل. حتى ما تلقاش عاد صوم 3 ايام. شكون اللي صوم 3 ايام؟ المعدام. المعدام يعني الذي يعني ما عندوش الغلب الله، وخصو اللي يوكلوا. وهذاك الاطعام ايها الاخوان الكرام راه فيه واحد الاثر كبير جدا في العباده وفي العاده، في العادة والعبادة. ولذلك يعني واحد المفتي مغربي قديم، يحيى بن يحيى رحمه الله، مالكي، واحد اختار شي أمير من أمراء الأندلس، يعني ملك من ملوك الأندلس، أفطار نهار رمضان عمدا، جامع جارية له وكسر الصيام ديالو بالعمد في رمضان. واستفتى هذا الفقيه شنو قال له؟ قال له غادي تصوم 60 يوم كفر. فالفقهاء هضروا فيه، قالوا ودي عندنا حنا 60 يوم يعني كاين التخيير، وربي تعالى دار عتق الرقبه، ودار اطعام 60 مسكينه، ودار صيام. شنو هو قال له؟ قال له لا، الى قلت له يطعم ولا يعتق رقبه، وعنده بزاف ديال العبيد والجواري سهل عليه يعتق، وغدا عاود يكسر الصيام ديالو عمدا. فقلت له صوم 60 يوم باش عبره ما يعاود. هذه فتوى خدم فيها العقل، والعقل في العبادات والحدود والمقدرات لا يجوز استعماله. علاش؟ لان تفكر حتى تعيا وتغلط. علاش كل اللي قال لك ربي هو يعني بغى يعاقبه بالصيام؟ اش غادي يعني؟ لان الله تعالى لما قال له تعتق رقبه، راه مسكين هذاك العبد كيتسنى شحال هذه، راك ضيعت له الحريه ديالو، خليه يعتق رقبه، عاود دارها خليه يعتق رقبه اخرى حتى يفضيهم. والاسلام هذا الشيء اللي يبغى. شوف التفكير ديال من كيبدا يدخل بالعقل ديالو في الاحكام كيتلف الامور. ولذلك النقل فيما اصله النقل، والعقل فيما وكل الى الاجتهاد. عاود بلا ما يكونش متحجر. ولهذا انا غير ذكرت في هذه القضيه ديال الصيام، مادام ان العاده جرات ديال كتلقى اغنياء، ويعني وهذا الشيء مشهود معروف، اغنياء غير كيحلف كيمشي يصوم 3 ايام لا يطعم عشرات المساكين، ولا يكسيهم جلابه لواحد 10، عاد كيكفر على الخطيئه ديالو من الحنث، وان شاء الله له الاجر. التكفير راه تم باذن الله عز وجل، طلب الله القبول، وايضا له اجر الصيام، لان ما من صوم فرض في العباده او في الكفاره، ماشي يعني ما من حد الا وفي التكفير على الخطايا والمغفره. هذيك المراه الزانيه الصحابيه التي زنت وجاءت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، يعني كتقول له: يا رسول الله اني زنيت. ما بغيش يسمع ليها الاولى والثانيه والثالثه، حتى قالت له: والله اني لحامل من الزنا. ثم بقى ما يدير، فأرجأها إلى أن تضع، ثم أرجأها بعد أن وضعت إلى أن ترضع طفلها حتى أكملت الحولين من الرضاع، وبعد ذلك أمر برجمها. رجمها الصحابة منهم أحدهم، ما نذكر شيء سميته، فطار عليه دمها فلعنها، قالوا: لا تلعنها،
والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. فلذلك حدود الدنيا تكفر خطايا الآخرة. شحال من واحد كيشوف داك الشيء القساوة فيها الرحمة اللي ما من وراها رحمة، ولكن لمن؟ للمؤمن، يعني اللي عنده الإيمان اللي كيأمن بالغيب. أما اللي كيشوف غير في الدنيا راه أعمى، إنها لا تعمى البصر. نسأل الله العافية.